حمص دير بعلبي 25/9/2011 كلية البتروكيمياء. الضباب تنتظر الطلاب استقبال العام الدراسي الجديد. كلية البتروكيمياء تحولت سكنة عسكرية باستقبال الطلاب. حمص دير بعلبي دبابات ومباريس انتظار الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. كلية الهندسة البترولية بالناصات فوق المفراس بين حمص دير بعلبي كلية البتروكيمياء دبابات انتظار الطلاب 25/9/2011 دبابات انتظار الطلاب عام دراسي جديد.